العدد الجديد اللي بده يطلع يوم الأحد بموضوعه الرئيسي بيتناول شخصية فنية لعبت دور كتير كبير بتاريخ لبنان الثقافي لمناسبة 25 سنة على غياب فيلم وهبي. في بحث طويل عن يلقي الضوء على ما لا نعرفه عن هذا الرجل، يعني آلاف من الأغاني لحنها فيلم وهبي ما بنعرف انه هو ملحنها. في بحث يلقي الضوء على هذا الأمر، إضافة إلى أدواره العبثية والساخرة والتهكم والنقد والسخرية، اللي الأدوار اللي لعبها بالمسرح وخصوصا في المسرح الرحباني. إضافة إلى هذا الموضوع، في صفحات مترجمة من يوميات الكاتبة الشهيرة أنايي سنين، إضافة إلى موضوعات تتراوح بين الشعر وبين الروبورتاج والسينما وأمور أخرى. رول ملحق.